حنان، عندي 3 أولاد وقاعدة عم مرت عمي. جوزي بالمستشفى عامل عملية الغضروف. صاحب البيت سكر عباب البيت حاجز العفس جوا لأنه قالي 6 أشهر ما دفعت له. جوزي بالمستشفى عامل عملية الغضروف وأنا قاعدة هون مع مرت عمي مثل ما بكون شايفين الأوضة متر بمتر، ما في إلا معين الله رب العالمين. مرت عمي مريضة، أنا مثل بنتها شو بقدر أعملها؟ وبناشد أي حدا يقدر إنه يساعدنا وأقدر إنه أرجع عبيتي. أنا بناشد جمعية الغنى وأي حدا بيقدر يساعدنا لحتى بس أدفع أجر بيتي أو أكل لأمتي أنا وولادي. حتى عند مرت عمي عم ناكل الحمد لله رب العالمين. أنتو جمعية الغنى عم تجيبولنا، عم تتحنن علينا. عنا مشكلة إنه نحن هلأ مكسرين أجر بيت، وولادي ما عم يقدر يتحركوا، الأوضة صغيرة بدهم يروحوا عبيتهم. بنتي عمرها 7 سنين تقولي ماما بدي روح على البيت ما بدي.